أهلا بكم من جديد. افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات منتدى جيبيكا للأبحاث والابتكار، وذلك بمشاركة أكثر من 300 مشارك من القادة والخبراء العالميين في قطاع الصناعات الكيماوية من 81 دولة، وذلك بهدف تبادل الأفكار حول تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستراتيجيات التنويع والنمو في حقبة الثورة الصناعية الرابعة. وقد سلط المنتدى الضوء على مواضيع متخصصة مهمة، منها إعادة تدوير البلاستيك لتحقيق منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية، وأهمية الاستثمار في البحث والابتكار لتطوير درجات تطبيق جديدة تزيد من تحسين الاستدامة البيئية والرقمنة وأثرها على البحث والابتكار في الصناعات الكيميائية وتكنولوجيا النفط إلى المواد الكيميائية من منظور البحث والتطوير بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. غربية. اختيار البحرين تكون يعني تستقطب مثل هذه المؤتمرات، هناك الكثير من أعمال الأبحاث اللي بدأت تدخل في القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات، وبدأت تدخل حيز التنفيذ من شباب وشابات يعملون في مراكز أبحاث في جامعات وفي شركات، تؤدي إلى تحسين في الأداء، تحسين في الربحية، رفع الكفاءة، رفع معدل الإنتاج إلى آخره. فكل هذه الأمور اليوم جزء من هذه الصناعة. طبعاً الصناعات التحويلية اليوم في البتروكيميكلز تدخل في جميع القطاعات الاستهلاكية، في الملابس، في الصحة، في المواصلات. فالصناعة خصوصاً النفط لها قدرة أنها تتوسع في كل شيء اليوم، القطاعات اللي نستهلك منها إن كانت الملابس إلى آخره. يجب علينا الاستثمار في البحث العلمي والابتكار لنضمن تحويل هذه الثروة الطبيعية إلى مواد ذو قيمة عالية جدا، وهناك أمثلة كثيرة الحمد لله في المنطقة أثبتت جدارة أولا المواطنين في منطقة الخليج العربي على تحمل المسؤولية في البحث العلمي والابتكار. شركة أرامكو، شركة سابك، شركات أخرى في المنطقة الآن استحوذوا على أكبر معامل البحث العلمي والمختبرات والتعاون مع الجامعات لإنتاج مواد جديدة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات. في إطار احتفالاته بمرور 40 عاماً على تأسيسه، نظم بنك البحرين الإسلامي فعالية بعنوان هاشتاج BISB في مركز عيسى الثقافي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات وعدد من رواد القطاع المصرفي في المملكة وخارجها، ممن اطلعوا على أبرز الإنجازات التي حققها البنك منذ نشأته وحتى الآن. طوال سنين خلت وعبر إداراته المتعاقبة ومن خلال كفاءة العاملين لديه من الطاقات البحرينية، استطاع بنك البحرين الإسلامي توجيه دفة قاربه نحو ساحل الإبداع، متبنيا لجمل من الحلول الجديدة والمتفردة في تقديم أحدث التقنيات المالية للمستفيدين من خدماته المصرفية، مشجعا في الوقت ذاته على ضرورة خلق جيل جديد تستهويه الأفكار الرائدة وصنوف الابتكارات الاجتماعية الهادفة. ركزنا على 4 نقاط اللي هي زبائننا كانت تسبب لهم عدم راحة أو صعوبة أو كذا. مثلا الآن ممكن تفتح حساب مع البنك البحرين الإسلامي باستعمال البطاقة CPR مالك في تحت 4 دقائق، وكل شيء رقمي بدون أي أوراق. ممكن تسوي top up على التسهيل تبعك بأقل من 4 دقائق. 40 عاما مضى فيها بنك البحرين الإسلامي متمسكا بقيم الهوية الإسلامية والبحرينية في التعامل مع عملائه، مسارعا نحو تفعيل أوجه الابتكار والريادة في طبيعة عمله، وحريصا كل الحرص على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة لزبائنه. معايير مالية ومعايير شرعية ومعايير أخلاقية، وهذه الهيئة بفضل الله عز وجل مقرها البحرين، وتشارك فيها جميع البنوك الإسلامية، وهذه المعايير واجبة التطبيق في البحرين.
والآن أي مؤسسة بنكية أو مصرفية أو تكافل شرعي يعتمد على هذه المعايير في العالم كله. استراتيجيات عملية ثبت نهجها لتحل بأساسياتها على نوعية وجودة الوسائل التكنولوجية المستحدثة في عالم المصارف المعتمدة محليا وعالميا، كتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي وتخطي حدود الإنجاز كافة، تلبية لاحتياجات المتعاملين معه ولرفع المعايير المصرفية بمملكة البحرين على وجه الخصوص. بنك البحرين الإسلامي أخذ زمام المبادرة، نحن الآن من أوائل البنوك العاملة في مملكة البحرين التي بدأت في هذا التوجه. هناك العديد من المنتجات التي أو الخدمات التي يقدمها البنك التقليدي التي الآن هي بصدد تقديمها من قبل البنك إلكترونيا. البنك الإسلامي له أدوار متعددة، له دوره التجاري، له دوره الاجتماعي، له دوره الخيري وباقي الأدوار. عبر هذه السنوات استطاع البنك أن يوازن بين هذه المهمات وما هو مطلوب منه، ويمر بنجاح وبرضى الجميع عنه. بجانب آخر كانوا يعتقدون أنه من الصعب أن تفتح اعتمادا مستنديا بأسلوب إسلامي. بنك البحرين الإسلامي لطالما كان وما زال يعد وجهة مصرفية نموذجية لها مساهماتها الفاعلة في تنشيط الاقتصاد البحريني بشكل واضح. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.44% بإقفال عند مستوى 1411 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,205,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 704,000 دينار تم تنفيذها من خلال 62 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8517 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.85% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4819 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.86% ليكون هو الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2599 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.5%. قال الدكتور نبيل بن محمد العمودي وزير النقل السعودي إن منظومة النقل تواصل العمل حاليا على تطوير مشاريع البنية التحتية في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 لتكون السعودية مركزا لوجستيا عالميا يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة. وأوضح العمودي أن منظومة النقل تولي منطقة عسير كبقية المناطق اهتماما كبيرا في تلبية احتياجاتها من المشاريع التي تساعد على ربط المنطقة بالمناطق الأخرى وتسهيل حركة التنقل لسكانها. وقال الدكتور العمودي إن وزارة النقل تهدف إلى تحسين مستوى السلامة من خلال استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير عبر إنشاء طريق عسير جازان المحوري بطول 137 كيلومترا وبتكلفة 6 مليارات ريال.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات قراراً يمنع عمليات جميع طائرات بوينغ ماكس 8737 في أجواء الإمارات اعتباراً من 13 من شهر مارس الحالي. وجاء ذلك على خلفية حادث طائرة البوينغ من نفس الطراز المذكور التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع مؤخراً. وقالت الهيئة إن قرار المنع يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة في الجو وعلى الأرض، وأنها ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة نيوز كورب الإعلامية الأسترالية تطالب بتفكيك شركة جوجل لاستعادة مستوى التنافسية لشركات الأعلام الغارقة في قوة جوجل السوقية. قالت بريطانيا أنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع، وستتحاشى فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلنت الحكومة عن الإجراءات التي قالت إنها مؤقتة قبل التصويت في البرلمان بخصوص ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 من مارس. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان يوم الثلاثاء بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، وفي إطار خطة الرسوم التي أعدت تحسبا للانفصال بدون اتفاق سيتم إعفاء 87% من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. طالبت شركة نيوز كورب الإعلامية الأسترالية بتفكيك شركة جوجل لاستعادة مستوى التنافسية لشركات الأعلام الغارقة في قوة جوجل السوقية. وذكرت الشركة المملوكة لرجل الأعمال روبرت موردوخ في طلب للجنة التنافسية والمستهلك الأسترالية بأن يتم فصل محرك بحث جوجل عن منصة الإعلانات لجعل التنافس في السوق الإعلانية أسهل على الشركات الإعلامية والناشرين الإلكترونيين. وتخوض ألفابت الشركة الأم لجوجل معركة ذات مخاطر مرتفعة مع نيوز كورب مع معاناة الشركة الإعلامية العالمية لتستعيد مليارات الدولارات التي فقدتها كعائدات من السوق الإعلاني الذي تدفق إلى جوجل من الصحف تدريجيا خلال العقد الماضي.